كلنا عايشين حالة الحر الشديدة جدا اليومين دول، درجات الحرارة بتسجل مستويات قياسية في الارتفاع غير مسبوقة، رطوبة شديدة، أشعة شمس قوية ومؤثرة، موجة من الحر غير طبيعية. يا رب يكون في عون كل الناس، تحديدا اللي بيتطلب عملهم البقاء في الشارع لساعات طويلة أثناء النهار. لازم ناخد بالنا جميعا من الصحة العامة، وده يخلينا كمان نحافظ على صحتنا تجنبا لأي أضرار. مطلوب مننا نحافظ على رطوبة الجسم، نكثر من شرب المية والسوائل الطبيعية، نبعد طبعا تماما عن المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين كمان إنها بتعزز من الجفاف، ونبعد كمان من التوجه أو يبقى أمام أشعة الشمس بشكل مباشر. بص، دي حاجات بديهية وكلنا دايما بنقولها، لكن بنحتاج نفكر بيها نفسنا، لأن أول ما بيطلع لنا مشوار أو أول ما بيطلع لنا حاجة بنضطر، ما بيبقاش عندنا حلول بديلة غير إن احنا نتعرض للشمس المباشرة. لو ده بقى حصل واضطرينا نتعرض لأشعة الشمس، لازم ناخد بالنا جدا من شوية حاجات. أول حاجة، لازم نحاول فعلا نتجنب حتى لو نزلنا في الشمس إن احنا نتحرك في الشمس مباشرة على طول. لو قدرنا نستخدم غطاء للرأس أو أي نوع من أنواع التواقي أو الكاسكات أو أي مكان حاجة شبهها، ياريت نقدر نستخدمها. النظارات الشمسية لازم نحافظ على استخدامها كمان. نحاول نقلل من استهلاكنا للمشروبات اللي مليانة سكريات زي المشروبات الباردة ومشروبات الطاقة، الشاي، القهوة، كل الحاجات اللي فيها سكريات زيادة اللي بتدينا لحظات انتعاش وقتية كده، ولكن بتخلي الجسم يفقد قدر كبير جدا من المية. نحاول طبعا إن احنا نبتعد عن الأنشطة الشاقة زي الألعاب الخارجية والتمارين الرياضية في أوقات الصعب فيها نتعرض للشمس، اللي هي دايما بيتقال من الساعة مثلا 12 لغاية الساعة 3 أو 4، دي أكتر أوقات بتبقى أشعة الشمس المباشرة بتبقى فيها خطر جدا. عارفة منا أهم حاجة يعني فكرة شرب المية والسوائل كتير طبعاً. بعض الأطباء كده بيوصوا أنه لازم نشرب مية من 2 ل 3 لتر يوميا، ده يعني عدد كبير جدا من أكواب المية في اليوم الواحد، لكن ده مهم جدا. بنعوض طبعا الجفاف، بنعوض طبعا فقد الطاقة يوميا بسبب الحرارة الشديدة، فشرب المية صحي جدا، غير طبعا ان هو بينظم الدورة الدموية، ولمرضى طبعا الأمراض المزمنة زي الضغط الدم المرتفع او غيره، مهم جدا لحضراتكم جميعا ان احنا نشرب اكبر قدر من المياه والسوائل. في الفترة دي طبعا الجو بيكون فيها حر، زي ما قالت منا لازم نبعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولو تعرضنا لازم ناخد بالنا من بعض الاحتياطات الخاصة عشان ما بقاش فيه تأثير ضار لأشعة الشمس. طيب جوه البيوت نعمل ايه؟ طبعا البيوت لازم نحافظ على التهوية فيها، تهوية المكان بشكل كبير. مهم جدا كمان عدم الإفراط في يعني فتح المراوح أو التكييفات أو تعرض الجسم بشكل مباشر للمراوح والتكييفات، ده بيسبب مشاكل صحية كبيرة جدا. والله الواحد ده انا ببقى فاضل ادخل جوه التكييف افتح الديب فريزر واخطف جواه يعني يا بقى في حاجه احنا بنقول الكلام ده وبنحاول ناكد ونقول كده لاولادنا بس ما بنعرفش. في حاجه عجبتني جدا منه، يقول لك يا بخت الحاجات اللي جوه الديب فريزر، يعني دلوقتي احنا بنحسد الحاجات اللي جوه الديب فريزر منها، يعني بتاخد طبعا تهويه وبروده جميله، لكن فعلا جوه البيت لازم نعمل شويه حاجات. يعني قول لنا كده منه ممكن نعمل ايه غير ان احنا نحافظ على تهويه المكان. على فكرة هوية المكان دي حاجة مهمة جدا. يعني دايما الناس بتبقى مفكرة ان وقت البرد قفلوا الشبابيك، وقت الحر قفلوا الشبابيك. بالعكس، انت لما تفتح الشبابيك بتعمل معادلة للجو، والجو كمان ما يبقاش معبأ بالبرد. حتى لو الهواء سخن شوية بس يبقى في تيار هواء، التيار الهواء على الاقل تكون هويته وبعدين تقفل، ولكن لازم يبقى في تهويه فعلا حقيقيه علشان تيار الهواء اللي بيدخل ده بيبقى بيجدد الهواء اللي موجود، لو لا قدر الله حد عيان ما يبقاش ينتقل العدوى لكل الناس الموجوده، لو الاوضه مقفوله او بنستخدم بس مراوح او تكييفات. كمان نحاول بقى ما ننساش، لو قدرنا نعمل الحركه دي هتبقى حاجه ظريفه جدا مننا، كل واحد يشيل ازازتين ثلاثه اربعه ميه موجودين نشيلهم في الفريزر، واحنا نازلين الشغل بقى نوزعهم على الناس اللي موجوده في الشارع اللي شغلها بيخليها تتعرض لساعات كتيره او لتعرض مباشر للشمس. لو قدرنا نعمل كده يا سلام بقى، ربنا هيهون علينا كتير. ده الخير كله، ده الخير كله فعلا لو عملنا كده. وكمان ناخد بالنا من الناس اللي في الشوارع فعلا، يعني ساعة ربنا كده يعين كل واحد بيتطلب عمله، ظروف عمله انه يقف في الشارع.
سواء مثلا في عمل ميداني بيشتغل في حاجه معينه فبيقعد ساعات طويله، خصوصا الساعات اللي احنا بنتكلم من 10 ل 3 اللي فيها اشعه شمس مباشره. يعني يا رب يكون في عونهم جميعا، ويكون كمان دايما لينا كده احساس بيهم. فكره لطيفه جدا، ليه ما تلكش كده ازازتين ميه او ثلاثه معايا واوزعهم على اي حد موجود، وعلى قدر الامكان طبعا نصيحه لكل من يتطلب عمله البقاء لساعات طويله في الشارع، انه يحاول كل شويه يروح في حته فيها ضله، ما يوقفش بشكل مباشر تحت اشعه الشمس عشان ما يبقاش فيه اضرار مباشره. خلينا كده حنينين على بعض يا رب. نحاول في ساعات الذروه لو بنحتاج حاجه معينه ما نحاولش نطلبها من الصيدليه او من المحل اللي جنبنا السوبر ماركت او غيره او ايا كان، نحاول نهون على بعض. مش احنا قاعدين في البيت وبعيد عن حراره الشمس، لكن بنطلب الحاجه توصلنا لغايه عندنا، وان شاء الله. وده ما فيهوش اي نوع من انواع قطع الرزق خالص، بالعكس لو الناس بعد كده لما موجه الشمس العاليه اللي في اثناء اليوم تنكسر كمان نجزي العطاء، وربنا إن شاء الله يساعدنا كلنا على إن احنا نعدي الموجة الحارة دي. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.